أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المسلمين في زماننا من يقول أنا ولي أمري هم العلماء وليس رئيس الدولة لما عليه من المثالب، فما حكم هذا القول وما توجيهكم حياله؟ هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. الصحابة فيهم علماء وأطاعوا أبا بكر وأطاعوا عمر وعثمان وعلي، وما قالوا حنا إمامنا العالم الفلاني، ولا أحد من المسلمين أبدا يقول ولي أمرنا هو العالم الفلاني، يقول إمامنا في العلم، أما إمامنا في السمع والطاعة ما حد قال هذا من المسلمين. فلا يقول هذا الكلام إلا إنسان فاضي ما عنده عقل أو ما عنده دين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.